السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض حلقات جوجل ماي بيزنس. جوجل ماي بيزنس بعد ما اتكلمنا عن الانفو، في حاجة بقى اسمها الانسايتس. الانسايتس اللي هي الاحصائيات بتاعة الخريطة بتاعتك. هنا مثلا احصائيات ادفرتايزر التسويق الالكتروني، والحمد لله احنا طالعين بيها نتيجة تانية في الرياض في المناطق المستهدفة ان شاء الله. هنا مثلا كلمة شركة تسويق الكتروني بحث عليها 93 مرة خلال اخر شهر، التسويق الالكتروني 35 مرة، وهكذا. دي النتائج بتاعة البحث. خلينا مثلا نشوف نتائج اخر بقى 3 شهور. نتائج اخر 3 شهور زار مثلا موقعنا من خريطة 9 عملاء، وواحد راح اللوكيشن، وست اتصالات. طب ده بسبب ايه؟ النتائج الحمد لله نتائج كويسة جدا في المجال، لكن اصلا كلمة تسويق الكتروني البحث عليها في جوجل قليل مقارنة مثلا بمجالات طبية، زي مثلا مجال زي طب اسنان او مجال التجميل او كده. البحث عليها رهيب، ممكن يتعدى مثلا 5000 6000 10000 اجمالا بالكلمات الموجودة، فالبحث عليها كبير. فعشان كده ممكن هنا الكلمات تحس انها ضعيفة، بس بالنسبة للمجال بتاعنا لا، الكلمات دي قوية ان شاء الله. تمام. هنا مثلا مكالمات اخر 3 شهور جالنا من جوجل 20 مكالمة، يعني جالنا 20 كلاينت من جوجل اخر 3 شهور. دي نسب مشاهدة الصور. دي باختصار الانسايتس بتاعت جوجل ماي بيزنس.